وعلى هامش اجتماع تيكاد عقد وزير الخارجية بدر عبد العاطي مباحثات سياسية مع نظيرته اليابانية يوكو كاميكاوا، وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لأن تسفر الاجتماعات الوزارية الآلية تيكاد عن نتائج ملموسة تعزز من مجالات التعاون القائم بين اليابان وإفريقيا. ومن جانبها أعربت وزيرة الخارجية اليابانية عن تقدير بلادها للدور الهام الذي تطلع به الدبلوماسية المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية.